إذن هذه هي واجهة الموقع. سجدنا بعض المعلومات الخاصة يعني المحفظة. لكي تقوم بإنشاء محفظة خاصة بك، قم بالنقر هنا على إنشاء محفظة. بعدها قم بكتابة بريدك الإلكتروني هنا. بعدها تقوم بكتابة هنا كلمة السر، يجب أن تتكون من 10 حروف أو أرقام. بعدها قم بإعادتها هنا وقل على إنشاء محفظة. ننتظر قليلا. إذا لقد تم إنشاء محفظة بنجاح، والآن يعني لديك هذا الكود. هو يعني بدل أن تقوم بكتابة بريدك الإلكتروني، تقوم بكتابة هذا الكود. قم بحفظه في حاسوبك حتى لا تنساه. إذا نقوم الآن بالنقر على Open Your Wallet. إذا لقد تم فتح المحفظة، أو يكون طريقة يعني فتح حساب. تقوم بتسجيل دخول إلى حسابك من هنا عبر الضغط على Login. بعدها قم بكتابة الوالد ID الخاصة بك هنا، وهو الكود الذي أعطاه لكم قبل قليل. ثم قم بكتابة كلمة السر. كما تلاحظون لقد تم فتح المحفظة. هذا هو يعني دوغ أدرس الخاص بك، مثل بيتكوين أدرس. تجد هنا يعني عدد المعاملات التي قمت بها، وتجد هنا عدد الدوغ كوين الذي حصلت عليه وكم أرسلت، يعني وعدد الدوغ كوين لديك حاليا. إذن سوف أقوم بفتح حسابي الآخر حتى يعني أشرح لكم بشكل جيد وتفهمون. إذا كما تلاحظون هذه هي محفظتي يعني الخاصة. لدي حاليا يعني عدد المعاملات وهي 46. هنا المجموع الدوغكوين الذي يعني استقبلته في هذه المحفظة وهي 6122. وهنا يعني المبلغ الذي قمت بإرساله، يعني أرسلت 6109 قمت بتحويلها إلى البيتكوين. وسأشرح لكم إن شاء الله في إحدى الحلقات المقبلة طريقة تحويل الدوغكوين والبيتكوين و اللايت كوين وغيرها من العملات الى الدولار، او يعني تقوم بتحويلها الى عملات اخرى. وهنا نجد يعني الرصيد الحالي، وهو 13 دوك كوين. هذا هو الدوك كوين ادرس الخاص بي. اذا في هذه الصفحة تجد المعاملات التي قمت بها. فكما تلاحظون معي هنا كنت يعني استقبل، هنا سحبت هذا المبلغ، وهنا استقبلت يعني هذه المبالغ كما تلاحظون. لكي تقوم بإرسال الدوغ كوين إلى شخص آخر، أو تقوم بتحويلها يعني تقوم بإرسالها لعنوان آخر، تأتي إلى هنا إرسال، ثم تقوم بكتابة الدوغ أدرس الخاص بالمستلم، وتقوم باختيار المبلغ. وهنا سوف يتم يعني سيظهر لك المبلغ الذي سوف يتم اقتطاعه من الرسوم. بعدها سوف تقوم بالنقر على send money حتى يتم ارسال الاموال. واذا اردت ان تستقبل الاموال، يعني تقوم فقط باعطاء هذا الدوغ ادرس الخاص بك الى الشخص الذي سيرسل لك الاموال. سوف تعطيه هذا الكود، وسوف يقوم بارسال اليك المبلغ. وبإمكانك إنشاء محفظة أخرى من هنا عبر الضغط على New Address، وسوف يتم إنشاء محفظة أخرى كما تلاحظون معي. بإمكانك تغيير كلمة السر والبريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات من هنا. في My Wallet تقوم بالنقر على Account Settings هنا، Change Account Settings. بعدها يظهر لك هنا بريدك الإلكتروني، قم بتغييره إلى بريد الآخر إذا أردت. وهنا تستطيع تغيير كلمة السر.